ايه ده يلا تعالى بقى يا مدير يا اسطى بدورك يا اسطى عم ميدو اخباركم ايه يا شباب معاكم محمد جمال من قناه العم ميدو يا ابن اللذينة بقاله ساعه بترد الواد ده عشان انا قتلته قدام بيته وكده يعني ف انا بصراحه ما بحبش المشاكل يعني المهم في حلقه النهارده ان شاء الله عايزين نكمل مهمتنا طبعا الحلقه اللي فاتت خلصنا مهمات المعلم اسمه ايه ده والله نسيت اسمه الواد اسمه ايه ده الواد نعيم وفي حلقه النهارده بقى ان شاء الله عايزين بقى نخلص مهمات واحد لسه مكلمني حالا المفروض بقى نروح نخلص له مهماته بقى خلينا نشوف نعمل ايه واد تخين كده يا جدعان وبدينه بتاع مش فاهم مين ده يعني هو في ايه بالظبط لونه اسمراني كده فاللي هو قلت خلاص ماشي قشطه اوكي خلينا نخلص له المهمات بتاعته شوف يا جماعه خايف منه ازاي فيلم ما تيجي يا اسطى خوف توريني كده نفسك بقى ولا انت عامل نفسك خواف على الفاضي ولا ايه بالظبط شكله قاعد فوق ده ولا ايه يا جدعان والله انا مش شايفه ده نزل على الموتوسيكل بتاعه تلاقي الموتوسيكل بتاعه بطل يضرب نار ايوه يا حبيبي انت يا اسطى شايف نفسك جامد يعني يا اسطى تضرب عليا يا اسطى بتضرب على عمك يلا ما تعرفش انت بتتكلم مع مين يا هو فين ده يا جامد يا المشكله مش عارف اضرب عليه يا جماعه اضرب عليه نار ازاي ده بقى المشكله الموتوسيكل عارف انت المشكله كل ما يجي تحديث تلاقي نظام الموتوسيكل ده بيتغير فاحنا بقى هنعمل بقى حركه هنا جامده جدا وايه هي بقى بص يا باشا شوف الاكشن ده وبو يلا يا معلم مع السلامه وخد يا باشا الموتوسيكل بتاعك اهو عشان تتعلم الادب يا اللي ما عندكش ده لو دوسنا هنا حرف البي ففي حرف الفي ظهر لنا هنا في الماب دي بقى مهمات جديده يا جماعه عايزين في السريع بقى نروح نشوف ايه نظام المهمات دي زميلي ايه يا اسطى طلع يا جدعان خلينا نروح هذا الموتوسيكل المحترم ونجيب لها موتوسيكل تاني ايوه الموتوسيكل ده يعتبر نوعا ما كويس يعني الله والله شكله جامد يا جماعه تصدقوا بسم الله الرحمن الرحيم بس يا ده انت هو يلا بسم الله يا موسى الحال يا رب بصراحه كنت عايز ادخل اخلص مهمات جيمي بس حسيتها ممله كده شويه قلت خليني اجمعهم كلهم في فيديو واحد ونحاول نخلصهم سوا ان شاء الله ربنا يسهل لا يكون دي مهمات بتاع التحديث الجديد اللي هو بتاع عربيات الشرطه ممكن تكون هي دي صح معرفش انا حسيت اللحظه هو يا جماعه عارفين الواد ده شبه واحد صاحبي اسمه رفعت الله شبهه بالظبط بص نفس كل حاجه بس السنان الراجل ده مكسوره شويه لا التاني سنانه سليمه ماشي يا عم رفعت حبيبي يا اسطى حبيبي يا زميلي تشوفك بعدين بقى يا عم رفعت يلا توكل على الله يا عم الحاج ده انت زهق بلدك كل عرف فريت البلد بسم الله الرحمن الرحيم يا موسى الحال يا رب شوف يا جماعه العربيه اللي حاططها لي والعربيه اللي شبه عليها حاسسها عربيه تبعنا دي تبع الدول العربيه المهم مبدئيا كده في تارجت ايه وفي تارجت بي فاولا خلينا بس نتوجه للتارجت ايه لان هو قريب مننا بعد كده نرجع للتارجت بي هلا والله اخبارك يا زلمه كله تمام في اللي بعده هلا والله بالرجاله انتوا قاعدين هنا ليه كده يا رجاله الله يخضكم خضتوني هلا انت واقف هنا بتعمل ايه يا اسطى ايوه بسم الله الرحمن الرحيم يا موسى الحال يا رب ربنا يستر بقى ما لاش حد جوه هلا والله كيفكم يا رجاله كله تمام حبيبي يا اسطى بسم الله الرحمن الرحيم يا موسى الحال يا رب هو كده غسيل اموال وات از ذس مان انا اعرف غسيل اموال غير كده نهائي هم هما ليه حاطين يا جماعه الفلوس في الغساله مش فاهم برده شوف مستعجل ازاي براحتك يلا اهدى يلا يا لهو عليك اهدى يلا يخرب بيتك شوف سريع ازاي من اللذينه ثواني يا اسطى بس اعلم على البي يا اولاد اللذينه انتوا طالعين كده على طول ضرب يا اللي ما عندكوش دم انت فين يلا ينفع كده يا اسطى انت عملته ده يا اسطى وانت يا اسطى ينفع انت اللي انت عملته انت الثاني ده يدكل قرف فنيته البلد العيال شايفه نفسهم جامدين قال والله الموتوسيكل ده رايق من كتر ما هو كده تحسه ما فيهوش تفاصيل كتير فعجبني الصراحه كده اللي هو تحسه خفيف الوزن كده تعالى يا زميلي تعالى خش عليا كده ايوه يلا مع السلامه انت هو والعربيه دي يا جماعه اللي كانت موجوده في جي تي اي سان اندريس نزلت هنا وات از ذس مان ريلي شور اباوت ذات ده الموضوع ده كده جامد هلا والله جالكم اللي هيربيكم يا اولاد اللذينه تعالى يا اسطى وانت يا اسطى واخد لي كفر انت هو يعني تعالوا شايف الناس جامدين يلا انت هو يلا الواد من هنا يا في واد واقف هنا ورا بس ما اعرفش ليه مش عايز يطلع ده ما تطلع يلا طب استنى عندي فكره ليه بس كده سي العربيه دي فاضيه يا اسطى بقول لي ادخل جوه يا نهار ابيض على الجمدان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قول له ارفع ايده يلا ارفع ايدك انت هو يلا يا نهار شفت يا جماعه الجمدان عامل ازاي والله ضحك السنين يا جدعان الله العظيم ضحك السنين ده بلم لم ابن اللذينه بص بلم الصوره ازاي يخرب بيتك كده شويه يلا اجي لم معاك طب شويه محتاج لي بس 5000 دولار بس مش اكتر ايه يا اسطى طلعت من فين يلا طلعت من فين يلا ما انت كنت نايم يلا من شويه يلا تقريبا يا جماعه كان نايم وبعدين صاحي من النوم ده ولا ايه بص ركز شوف الفلوس بتنزل ازاي والله العظيم رهيبه جدا ربنا بقى يستر ماليش حد عدلنا بره هلا والله كيفك يا زلمه يا نهار ابيض الحقني بقى اذا ابوك رجال الحقني وسع يلا يخرب بيتك يا اسطى انت اللي خلاك تطلع قدامي يا ابن اللذينه يا عم روح بقى بعربيتك دي انت وصاحبك يا عم روح وبقى ما تزهقناش بقى يا تكل قرف فلت البلد بسم الله الرحمن الرحيم بس كده نكون خلصنا الميشن ده مشاريته سهله قوي يا جماعه بس دي طبعا معروف ان هي البدايه والله ربنا يستر من اللي جاي بقى اللي عجبني في الواد رفعت ده ان هو بيتصل بسرعه بيك لو انت على طول اول ما خلصت الميشن على طول ايه يا اسطى تعالى يا اسطى عشان نتلي المهمه الثانيه فحاليا دلوقتي احنا رايحين له وربنا يستر بقى ما يقعدش يتكلم كتير لان بصراحه كرهت الكلام الكتير والله العظيم معاه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يلا بتبص لي كده الرحله الجايه لو رفعت يلا الموضوع فيه قطر وسواقه ودنيا ربنا يستر بقى يا جماعه والله العربيه دي بشبه عليها يا اخي بصوا الميشن دي سهله وبسيطه جدا اول حاجه هنروح على الكمبيوتر نهكره بعد كده نرجع للعربيه اللي موجوده في الماب الزرقاء دي ناخدها بس كده يا سيدي هو ده الموضوع باختصار يلا يما ايه ده يلا ولا يا نهار ابيض يا نهار ابيض كنت مفكر نفسي هقع اصل وقع هنا هتطير الدرع بتاعي وانا بصراحه حابب ان انا احافظ عليه اكثر فتره ممكنه ولا يا لهوي الدرع طار ودم طار لا اله الا الله يلا عادي انا طول عمري اصلا بجري بنص دم بسم الله الرحمن الرحيم واو ده انا وصلت له صدفه هنا
بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي احنا كده اخدنا اللابتوب، بعد كده نروح للترابايت. يا عم اسكت بقى يا عم الحاج، انت راجل ما عندكش دم اقسم بالله. دلوقتي بقول يا اسطى دور على الترابايت. ما هي يا اسطى كانت هنا يا اسطى الترابايت، لازم يعني والله العظيم بصوا في كميه ذكاء هنا مش طبيعيه، يعني بقول الترابايت دور عليها واحنا اصلا كنا معلمين عليها في الماب دلوقتي، فهي اكيد هتكون واقفه هنا، مش محتاجه والله العظيم يعني. بسم الله ما شاء الله عليه. اوه في درون يا جماعه شغاله هنا، المفروض بقى ندمرها. دمر يا باشا الدرون دي، ممتاز. لا طلعت في ايه يا بيه؟ يا نهار ابيض، انتوا بقى عايزين لكم بقى الميني جان. تعالي وانت تعالي انت الثانيه. يا ايه ده، في ايه في ايه في ايه ايه يا جدعان ده بيطلعوا لي في كل حته دول. ايوه الحمد لله كده خلصت عليهم. الله ربنا يستر يا جماعه، شايفين الدب عامل ازاي وداخل القلب جامد. مفيش حد؟ طب الحمد لله، يعني تخيل الدرون هم اللي بيحمل بتاع. وده السلاح الجديد يا جماعه اللي نزل بقاله فتره. المهم دلوقتي بقى المفروض هنسرح حاجه هنا من التيرا بايت اللي هو جهاز الارسال، وكده اقدر اقول لك ان احنا كده امنا تمام و100 100. دلوقتي يا جماعه احنا وصلنا للقطر اهو، فالمفروض بقى نحاول ان احنا نهكر. بس يلا انت هو يلا، بس يلا انت هو يلا، شايفين نفسكم جامدين. انت هو يلا. يا نهار يا جماعه ده القطر مليان ناس، ربنا يستر بقى. مين المزر فازر يا ابن المزر انت هو؟ وانا ليه حاسس ان انا مش شايف حد يا جدعان؟ تعالى يا اسطى انت مستخبي ليه يلا؟ تعالى يا اللي ما عندكش دم مستخبي ليه انت ها؟ تعالى يا اسطى شايف نفسك جامد يلا، وانت تعالى يا انت هو يلا، خد لك الدايه يلا. سيوبه حاضر هخليك سيوبه دلوقتي، تعالى وانت تعالى يا زميلي. تعالى بص خد 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 خد، راح فين؟ راح فين يا اسطى؟ دخول الحمام زي خروجه يا اسطى. المفروض دلوقتي ده يا جماعه مفتاح القطر. يا نهار ابيض المفتاح بتاعه غريب كده. دلوقتي بقى المفروض بقى هنسرق القطر يا مسهل حل يا رب، هنسرق القطر. وات از ذس مان ليش رقبه وتزت؟ ثواني يا اسطى بس انا بحاول بس اخرج كده القطر. لا اله الا الله، بضرب بره وطلع الموتوسيكل بتاعه ولا اتضرب عليه. لا تخرج قبل ان تكسر سبحان الله. بص شو شو الواد البارك بيه. تعالى يا زميلي انت التاني، القطر ده بتاعي يا اسطى. بسم الله، شوف يا جماعه هو بيركب القطر. بسم الله اللهم صل على النبي. عمري ما كنت اتخيل ان هم هيخلونا نقدر نسوق القطر في الاونلاين هنا. يا نهار ابيض على الجمدان. بقول ايه تو هاك سيجنال، ما اعرفش ايه اللي هيحصل هنا، بس عادي يلا خلينا نشوف. وسع انت هو يلا، وسع انت هو يلا. ايوه يا باشا شوط كده يا مدير. ما اعرفش البتاع دي محطوطه ليه هنا، حاسس كده ان هي بلا استعمال قريب. الله اعلم، ربنا يستر بقى. ما تزود يا اسطى السرعه كده. ايه ده يا جماعه القطر ده ماشي بالراحه قوي والله مش سريع. بص يا باشا الحركه دي، يا نهار ابيض. هكر يا مدير بصراحه ما اعرفش يعني ايه لازمتها ان انا اقعد اعمل البتعود دول اللي هم هكر الاشارات دي، يعني مش فاهم ايه لازمتها. وبسم الله الله اكبر. حركات اكشن يابا. طب تعالى بقى يا مدير. يلا يا باشا مع السلامه، شوف انت رايح فين. يا لهوي يا جدعان على الحماس والاكشن. ايه ده انت قاعد تفوت تعمل ايه يلا؟ تعبت وانت بريد ولا ما تضربش عليا يلا نار يلا؟ يا سلام انت كده يعني شايف نفسك جامد. هم يا جماعه الناس دي بتفهم عربي ولا انجليزي؟ يعني انتوا يا اسطى واقفين قدامي على اساس يعني انتوا توقفوا القطر؟ طب ما القطر بيشوط عادي، هو لا يهمه. انتوا لازم تموتوا بصراحه قبل ما. ايوه كده بسم الله ما شاء الله عليكم. يلا يلا اللي بعده. الطياره دي يا جماعه بالنسبه لي غاليه قوي عليا، ما اعرفش ليه بحبها قوي كده، شكلها شيك كده وفخم وبتاع. بس اقدر اقول لك ان احنا قتلنا السواق بتاعها. بص وهي بتنفجر. يا سلام عليك يا عم ميدو. يا سلام كده سرقنا القطر بكل سهوله زي ما انتوا شايفين. المهمه الجديده صاحبك جايب لي ثلاث مهمات المفروض نعملها، يعني عندك A و B و C، كل واحد فيهم عنده حاجة معينة لازم نسرقها. فأنا قلت خلينا أبدأ بالC لأن هي تعتبر أبعد واحدة فيهم، وبالتالي ممكن تكون أصعب واحدة فيهم. وزي ما أنتم شايفين اللهم صل على النبي، عندهم جيش وطيارات وبتاع ودنيا دي. هل تتوقع في حد هنا؟ أه والله لا، ده عندهم ناس يا جدعان، والله كمية ناس هنا مش طبيعية. طب بقول لك إيه، واحد اتنين تلاتة أربعة. حلو والله ده سلام رحنا خلاص. أخ أخ أخ، شوف يا جماعة الهيل بتاعي ضرب بسرعة زي ابن الله. لذينة استنوا كده انا هوريكم. استنى استنى خد تعالى اهو، تعالى اهو. يا يا جماعه شوفوا الدم عامل ازاي يا ولاد اللذين. طب انا هضربهم ازاي العيال دي؟ يا نهار ابيض. طب بقول لك ايه، في حد هنا؟ تعالى يا اسطى. انت رايح فين يا اسطى؟ يا جدعان لازم نتصرف، لازم نتصرف، ما احنا مش هننفع نقف كده. يا ريت الكرومه معايا، كنت دخلت نفختهم هم الكل. بس يلا عادي ما فيش اي مشاكل، هنحاول نتصرف. اطلع لي من الوار بتاعي يلا. تعالى وفي هنا واحد برضو. تعالى يا معلم. يا لهوي يا جماعه شايفين الدم عامل ازاي؟ ايه العيال دي؟ نبدا نسرق الشنطه دي من هنا. يا رب بس ما يضربوا علي، والله بيضربوا علي. شايفيني ولاد اللذيذ؟ اخلص يلا فجرها يا مدير، الله يعطيك الف عافيه. هو ده المطلوب اثباته. فجر دول برضو بالمره عشان لو في حد جوه. يا نهار ابيض والله ربك سترها. بسم الله الرحمن الرحيم. المشكله يا جماعه التمبه دي مش متعدله، فبالتالي مش هنعرف نحود الرشاش بتاعهم احنا بنضرب بيها. لو رشاشه كان بحود كنا ركبناها. الحمد لله ما فيش اي حد. طب ممتاز جدا، ناخد بقى البتاعه الثانيه. دلوقتي يا جماعه بصوا، عامل لي نقطه صفراء في الماب. النقطه الصفراء دي نقدر من خلالها ان احنا نروح نودي الحاجه ونخلع تقريبا. يا جماعه والله اعلم المهمه الثانيه شكلها كده هتبقى يخت. اه يا وشي يا نهار، بتشوفت الخبطه عامله ازاي؟ زمان صاحبك بيقول يا اخي الله ينتقم منك، زهقتني معاك يا زلمه. يا اسطى انشف كده امال، انشف كده امال يا اسطى. اه والله يا اسطى عيب عليك، لما اقول لك يخت يبقى هو يخت. بس ربنا يستر يا جماعه، ليه ما وديتش الحاجات اللي معايا للمخزن؟ ربنا يستر بقى ما يقوليش الانفنتوري مليان. ايوه والله افتكرت. ايه ده يا اسطى؟ في ايه يا اسطى؟ في ايه انت هو؟ في ايه انتوا داخلين كده عليا دخلت انك ميت من يوم ميت لي؟ ايه اللي تلاته بنتوا فيها دي؟ اهدى يا عم الحاج انت التاني يا عم الحاج، منعزز الارمور بتاعنا كده يا عم الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم، يا مسهل الحال يا رب. الله ربنا يستر بقى ما نكونش في حد هنا جوه. شكله كده يبقى في حد هنا. اه في حد هنا، عيب عليك يا زلمه. موت يلا موت يلا، ما عندكش دم يلا. يا لهوي ده في طياره حربيه جت يا جماعه ورايا، يا ريتني اخدت التارجت الاول، لان تقريبا الطياره دي يا جماعه بتيجي هنا عند اليخت. بس يلا عادي ما فيش اي مشاكل. اطلع يلا انت هو يلا من هنا يلا. هلا والله، بس ما فيش هنا حد. ممتاز جدا. لو جريت كده ممكن في وشي. والله يا جماعه انا خايف لا يكون في حد في وشي. ثواني كده
هاي انت ايه اللي وقفك كده يالا؟ وقفك كده ما عندكش دم يالا. المشكله ان هم مفكرين يعني الحركات دي بياخد عادي اهو يا اسطى. خلاص يا باشا ناخد كل حاجه مره واحده وبعدين يبقى نسلمها بقى ونريح دماغنا. دلوقتي بقى خلينا بقى نجيب الشوتجن بقى عشان صراحه مش هينفع. ثواني بس كده. نام ياه نام يالا انت اهو يالا. ايوه بس كده. تعالوا بقى يا رجاله، هو الشوتجن بس الوحيد اللي هينفع معاكم على فكره. والله العظيم ده اللي بياكل سكانس يا باشا، ده ما بيهموش حد، ده شايف ولسه بدري عليه. اللي هو بص 30 طلع متهيألي، انت لو دخلت على نص المجتمع هنا قدامك كله هيموت. في طياره جايه عليا، تعالى يا حبيب قلبي تعالى يا روح. يلا يا عم الحاج اهو اكس بي ببلاش. هلا والله، كيفك يا زلمه؟ انا جاي بس اخد الشنطه دي وهمشي على طول. ماشي يا جماعه، شكله كده مش هيرضى ياخد اي حاجه الا لما نوصل البضاعه اللي معانا دي. ليه يا اسطى كده؟ ينفع يا اسطى؟ دلوقتي يا جماعه بقى المفروض هنفتح الموبايل ونبدا نحدد على الويبونز والبتاعات اللي قدامكم دول وبس كده. المهمه خلصت، ده كلها بكل اختصار، لا نروح نيجي ولا نضيع وقتنا ولا الدنيا دي كلها. دلوقتي بعت لي مهمه ثانيه باسم اضرب واجري، مش فاهم ايه المهمه الغريبه دي. المفروض دلوقتي ان احنا هنروح لاحد الترجات اللي فيهم، وانا بصراحه هبدا بترجت بيه لان هو يعتبر اقرب واحد ليا. وبصراحه يا جماعه الصوره الخلفيه بتاعت المهمه دي كانت حماسيه جدا، اللي هو ايه يا جماعه الاكشن ده والدمار ده، طياره كده وبتقعد تضرب نار وبتاع ودنيا. فربنا يستر بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نحدد بقى ترجت بيه. زي ما انتم شايفين بيقول لي تدور على العربيه اللي انت هتهرب بيها. يا ليله الليل، تتوقع نلاقي العربيه اللي نقدر نهرب بيها دي هنا؟ مشكله بصوا، في طياره حربيه طايره فوق بتحرس المكان، فده بقى يخلينا نشك بقى ان العربيه هتبقى موجوده هنا بالظبط. ده في واحد هنا حامل سلاح يا جدعان. والله هي يا جماعه لقينا العربيه، هو ده المطلوب اثباته. انت مالك يالا؟ انت مالك يالا؟ انت مالك يالا؟ انت هو يالا الترع طول جاهز زي بنت اللذينه. تعالى يا اسطى، انت اول واحد لازم تموت يا اسطى. يلا مع السلامه. يا نهار ابيض يا جماعه على الناس اللي هنا، كل العربيه اللي جوه دي. واد حركات دي يا باشا. الله، ده في علبه تضرب عليا من ورا العربيه، مش واخد بالي. يا اولاد اللذينه، خلي بس اخد كفر هنا بسرعه. يا رب بس ما اموت. انا بصراحه عندي تحدي ان انا اصلا احاول ما اموتش في المهمات دي، يعني افضل عايش كده حتى لو انا عندي فرصه واحده، بس لازم برضو ان انا احاول احافظ على الفرصه دي او احافظ على الحياه دي. واد مش دي هوندا سيفيك يا جدعان؟ اركب يا باشا، والله هي شكلها هوندا. يلا يا عم الحاج من هنا، هتلاقي حتى كمان دفع امامي. يا باشا عيب عليك. يا نهار ابيض على الكوري، والله الكوري حالته صعبه هنا. طب انا اطلع بقى من هنا ازاي يا ريس؟ يا نهار ابيض ده كله متقفل. ده في نطه هنا، طب اقدر انط من هنا يا ريس؟ الله اكبر عليك يا عم ميدو على النطه بتاعتك، العربيه اتحبست يا اسطى. يا نهار ابيض، لازم انط من هنا يا جماعه باسرع وقت ممكن. طب استنوا بقى، انا عندي فكره حلوه بقى. اعدل يا باشا كده عربيتك ثانيه واحده بس، انزل قتل الواد اللي ما عندوش دم ده. عايزك كده يا باشا توكل على الله، نبدا نحرك التاهو دي في ناحيه كده. هيقف هنا كده ياما ما تزهقناش بقى، نرجع كده ورا سنه. بسم الله الرحمن الرحيم، نظبط بس نفسنا. المشكله يا جماعه العربيه انطلقتها حزينه وهي بترجع ورا، مش عارفش ليه بتلف حوالين نفسها كده. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الله، في حاجه غلط العربيه دي، ليكون كوتشها فرقع. والله كوتشها فرقع، امال ليه بترمي يمين او شمال كده بنت اللذينه؟ انا مش عارف ايه بالظبط. يلا قشطه عادي مفيش اي مشاكل، بس يعتبر يا جماعه التارجت بيه هو اقرب واحد لينا، تخيل. يعني انا بقالي ساعه ماشي وساكت وانتوا قاعدين تضربوا عليا نار. يا جدعان زهقتونا بقى، ما تعوزوا تزهقوا فينا بقى. يا اخي تحس العربيه ايه بتجري بسرعه قصوى، وهي اصلا مش تعالى اهو، ما تضايقنيش بقى تاني بقى. المشكله يا جماعه العربيه ماشي بيها بالعافيه لان هي دفع امامي، ومش وش ان هي تمشي في الاماكن دي نهائي. والله يا جماعه التحكم بتاعها وتحويلتها صعبه جدا، تحس لعبه جي تي اي دي عنصريه ضد العربيات الدفع الامامي. والله العظيم عربيات حزينه اقسم بالله، وبطيئه قوي، ابطا من العربيات العاديه. بقول لك ايه، وانا اقدر ادخل اصلح العربيه دي واجددها؟ يا سلام بقى لو اقدر اعدلها يبقى 100 100 بس كده تصليح بس. والله انا افتكرت ان انا اقدر اعدلها واظبطها، اصل بصوا العربيه يا جماعه بطيئه بشكل مش طبيعي. يا ريتني رحت لاي تارجت تاني غير التارجت ده. يلا هنعمل ايه بقى، حظنا الجميل بقى في كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بس كده يا سيدي، كده احنا وصلنا العربيه. نفتح بقى الرساله ونقول له يا اسطى العربيه موجوده. ده اللي انت كل اللي انت هتعمله ان انت بس تبعت رساله تقول له يا باشا العربيه موجوده. ودلوقتي يا جماعه احنا في السيت اب او في المهمه اللي قبل الكبيره او اللي قبل الاخيره. بس يا جماعه في مشكله بقى مضايقاني، كل ما اجي اخلص مهمه يروح مطلعني من اللعبه، يخليني ادخل وضع الاوفلاين بعد كده ارجع تاني الاونلاين. بصراحه الموضوع غريب جدا. المفروض بقى نهك العربيه دي يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم، لان المفروض العربيه فيهم. اسكت يالا اسكت عشان مش هاملك يالا، انت راجل ما عندكش دم. نام يا هتتهكر، يعني هتتهكر غصب عنك. يا فكرني بالبتاع. الله، ده احنا لقينا حاجه يا جماعه هنا جوه. دي الشنطه مرميه على الارض اهي يا ابني اللذينه. والو لبسنا اللبس بتاعه، طب ممتاز جدا. المفروض بقى نروح بقى للعربيه الثانيه ونعمل فيها نفس الحركه دي تقريبا. بس بصراحه اللي عاجبني هنا في المهمات دي ان انت كل حاجه فوري، عكس المهمات الاساسيه في اللعبه بتاعت الاونلاين. لازم كل سيت اب لازم تدخل اربعه مع بعض، ولو واحد طلع السيت اب يبوظ، ولازم كل سيت اب يروح مطلعك خلاص اول ما تخلص الميشن، وما اعرفش كده لفه وحوار. اما بقى في الحاله دي بص، الموضوع رايق صراحه، انت بتخلص كل حاجه مره واحده من غير بقى ما تقعد تتنطط بقى من سيرفر للتاني وهكذا. تعالى يا باشا شوف، وبدوس ايه بس هكر الدنيا كده وخلاص. بس يا اكتم يالا، تذكروا غصب عنكم برضو. طب حلو، ابعتوا لي يا جماعه اللوكيشن، ممتاز جدا، هو ده المطلوب اثباته. اتوقع يا جماعه هو ده الجراج، فربنا يستر بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب بس ما يبقى في ضرب نار جوه يا رب. معقول الواد صاحبك ده ما خدش باله من الناس الميته دي؟ ده انت غريب جدا يا جدع، اقسم بالله انت غريب قوي. بيقول لي خلي بالك في كاميرا، بوم وقع على الكاميرا. عادي يا باشا، ولا يهمك ولا يهزك يا وحش. بوم
بوب. ايه يا اسطى مش شايف يا اسطى صاحبك الوقع ده؟ انت ذكي بسم الله ما شاء الله. ايه يا جماعه ده عندهم ذكاء اصطناعي بطريقه مش طبيعيه والله العظيم. اوف في حاجه هنا يا جماعه لقيناها. دريل، هنعمل ايه بالدريل ده؟ هلا والله كيفكم يا شباب. بيو بيو. ايه يا اسطى ايه يا جدعان ده في ايه؟ المهم في هنا حاجه بقى المفروض هنخرمها اكيد بالدريل. وبسم الله الرحمن الرحيم يا مساء الحال يا رب. ايوه زي الفل كده. لقينا الكيس. ايه يا جماعه الكيس الغريب ده؟ هلا ده في واحد تاني. وات ايه الكيس دي يا جماعه؟ في حاجه غريبه هنا بتحصل. في حد سمع؟ في حد سمع؟ في حد سمع؟ ثواني يا اسطى خلينا نضرب بس اللي ورانا ده الاول. ايه يا زميلي في حاجه ولا ايه؟ ازاي يا جماعه تقتحموا خصوصيتي كده وانا قاعد في حالي؟ ده انتوا ناس ما عندكوش دم اقسم بالله. وحط هنا كمان واحد بس كده بس عشان برضو ايه نكمل كده. والله ربنا يستر بقى والبتاع اللي ورايا ده ما يموتنيش. صح حاسس ان انا رميها غلط او قريبه مني كده. اتوقع احنا كده خلصنا الحاجات اللي معانا. خلينا نشوف بقى ايه الموجود هنا في المواتير دي بالمره. هو بيسحب ايه؟ جي بي ايه؟ اوه عارف يا جماعه اللقطه دي فكرتني بلعبه ميدل اوف اونر. فاكرينها ايام ما كان داخل على المعسكر الروسي تقريبا وكان بيقطع خراطيم الهواء بتاعت المواتير فبالتالي العربيات يا جماعه ما بتقدرش تمشي. اه صدقوا والله مش عارف حاسسهم غشين بصراحه الموضوع ده من اللعبه دي الصراحه. دلوقتي بقى مع اخر موتور. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده يا سيدي كده احنا المفروض احنا كده نكون خلصنا كل حاجه. اكيد هيبقى فينا حاجه في الاوضه. الله لقينا هنا برضو كمبيوتر. بسم الله الرحمن الرحيم. خد راحتك يا باشا في التهكير. اهم شيء بس طلعنا الحاجه. احنا كده خدنا شريط الكاميرات كله. وات از ذس مان ار يو شور اباوت ذات؟ هلا والله كيفك يا زلم عامل ايه يا اسطى؟ عندكم حد هنا يا اسطى؟ ما تفكرش يا اسطى ما تحاولش انت فكر. اوه يا ابن اللذينه نام يلا نام يلا. بتموت مين يلا؟ الجاي موتني قال. هلا برضو بالمره قبل ما نقوم بهذه العمليه نبدا بس نحط لنا هنا واحده على الباب برضو ونبدا بقى نكمل تخريم. يلا يا اسطى هانت فضل واحده بس يا اسطى هانت هانت. ثواني يا عم الحاج انا طماع يا عم الحاج ده انا باخد فلوس ده ولا ايه؟ انا مش عارف والله يا جماعه. بس احنا كده اخدنا الكريدت كارد او البتاع المطلوب اثباته. دلوقتي بقى المفروض هنفلت من هنا بس خلينا بس ندمر البتاع دي بس كده. هو ده المطلوب اثباته. المفروض بقى نخلع من هنا بسرعه والله ربنا يستر. اه الحمد لله ما فيش حد مستني بره. بس هو ليه يعني نقل الموتوسيكل بعيد يعني؟ يا اخي قله الادب دي. انتوا كتير قوي كده ليه يالا؟ كتير قوي ليه كده يالا انت وهو يالا؟ تعالى يا زميلي تعالى انا هروق عليك بس كده يا سيدي. وتقريبا دي يا جماعه المهمه الاخيره من مهمات الواد رفعت وفيها بيقول لي الان سوف نحاول القضاء على في شرطه معينه في المنطقه دي وعايزين بقى نفككها بشكل كامل. وانا بصراحه انتوا عارفين طبعا انا بحب الخير للجميع فخلينا نروح نقضي على هذه الشرطه الان. ربنا يسهل ويستر معانا يا رب اللهم امين. اوبا يابا خش علينا بالقطر يا باشا. يا مساء الحال يا رب يا مساء الحال يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين انا اهو يا جماعه المفروض بقى نحاول نكسر هذا الجهاز عشان يفتح لنا بتاعه. وبسم الله الرحمن الرحيم. هلا والله بالشباب كيفكم يا زلمه. خد يا باشا الكفر يا باشا في القطر بتاعك. لن ارحم احدا بعد الان. تعالى يا اسطى انت هو وانا يعني مخلص المهمات دي كلها واجيب الاسلحه عشان اجي اتفرج على جمالكم. كسر يا مدير ولا يهمك. فين يا باشا اللي بيضرب عليا من هنا؟ ايه يا اسطى شايف نفسك جامد انت التاني؟ يا نهار ابيض ده البتاع كبير قوي. يا ريت ما فتحت هذا المستودع التاني لما قضيت على هؤلاء العصابه. اهدى يا عم اهدى يا عم انت هو شايفين معمر يا عم الحاج ده انت راجل ما عندكش دم اقسم بالله. والله يا عم قله ادب يا جدعان. ما بقول لك ايه يا اسطى ما فيش الا السلاح الرخم ده. تحسه يا عم الحاج في طلقتين بس من اللذينه. بس بصراحه عجبتني الدخله بتاعت البتاع شكلها جامد جدا. هلا والله كيفك يا زلمه. مين اللي بعدك؟ تعالى طلع دماغك يلا. ويا عم الحاج ما فيش الا السلاح الحزين ده. تعالى يا اسطى. ايوه انا عايز يا عم سلاح يكون خفيف كده سريع. الله اكبر ده انتوا كلكم هنا. بسم الله ما شاء الله الحبايب كلهم قاعدين هنا. نام ياد انت هو يا. يا عم نام بقى. يا لهوي عليك النهارده يا ابني اللذينه هتموتني. يا نهار ابيض. اهم شيء يا جماعه يكون عندك سرعه رد فعل كده عشان تعرف تضرب العيال دي كلها بسرعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طب ثواني بس يا اسطى نخلص على العيال دي الاول. هلا والله مشكله يا جماعه في واحد هنا ورا ربنا يستر. تفتكروا هقدر اهكر بتاع دي بسرعه؟ اوه ده انا معايا كارت اساسي يا اسطى. ما دورك يا اسطى. الحمد لله يا ربك سترها. يلا يلا تاني. يا نهار ابيض ما هذه المنطقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه الاخبار يا ريس؟ بتهيألي دي يا جماعه نفس المكان احنا بننزل نسرق منه الخزنه المفروض. اه بقول لي اسرق الكوك. تعالى يا معلم. يا نهار ابيض ده كله يا اسطى. يعني انت يا اسطى عامل الدنيا دي كلها عشان ناخد الكوك بس؟ ده انت ما عندكش دم اقسم بالله. خد يا عم الحاج وحمل وحول يا عم. خد يا باشا ولا يهمك يا مدير. اه يا باشا امال انت مفكر ايه؟ طب هنعمل ايه طيب؟ والله العظيم حاجه غريبه جدا. يا اخي انا حاسسها سبايك حديد معرفش ليه. واحلى حاجه ان الدكاتره او العيال اللي شغالين في المعمل دول خايفين منك. يعني حرام يا اسطى انت بتعمله كده ليه يعني؟ بتعمل كده يا اسطى وبتشتغل في الحرام؟ ينفع كده يا اسطى؟ انا جاي بقى اعفيكم بالحرام ده. يا ريت بعد اذنكم يعني بعد ما العمليه دي تخلص تاخدوا بعضكم تروحوا وما تجوش هنا تاني احسن لكم. يعني تخيلوا مثلا واحد غيري كان دخل نفخكم انتوا الكل يعني عادي يعني مش حوار. لا حول ولا قوه الا بالله. والله يا عم الحاج صعبنا عليا العيال دي. يلا سلام عليكم. اه يا ابن اللذينه ايه اللي جابك ورايا يا ابن اللذينه؟ وبسم الله الرحمن الرحيم. هو ليه ما فيش حد هنا ورايا؟ معقول ما فيش حد ورايا؟ وات از ذس مان؟ يعني ما جيش وانا بقى. اه شفت يا جماعه النداله بقى شوف اللي جه ورا ده. تعالى يا اسطى مفكرني انا مش شايفك يالا. والله ربنا يستر بقى في البتاع الثانيه دي. يا مليانه يا ناس. بس السلاح ده جامد يا جماعه والله السلاح ده رهيب. بص قبل ما تقوم انا هجي لك. انا جاي لك والله العظيم ولا زعل نفسك. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يا مساء الحال يا رب. دي بقى البتاع اللي هنفتح بيها السنه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. دب يا مدير وافتح يا اسطى.
اسطى. ايوه يا لهوي ده الواد رفعت ده طلع صعب يا جدعان، الواد طلع مش سهل. لا فاضيه فاضيه يا اسطى، دي اللحوم دي ولا ايه؟ تقريبا يا جماعه ورق دجاج او مصريه الدجاج. انا عايز اقول لكم على حاجه بقى، بمناسبه مصريه الدجاج والكلام ده كله، ده اللي بيتعمل منه الهوت دوج يا جدعان. عارفين انتوا الهوت دوج؟ عارفين انتوا الجلد او بواقي الجلد وبواقي الدهون والحاجات الغريبه دي كلها بيتعمل بيها الهوت دوج. انا بصراحه ما اعرفش بقى الناس اللي بتاكل الهوت دوج دول انتوا عايشين ازاي يعني يا اسطى. الحمد لله الحمد لله ما اكلتوش ولا مره في حياتي. انا عرفت ان اسمه هوت دوج، اصل انت لو جيت تترجم البتاع كلمه هوت دوج دي هتلاقي معناها الكلب السخن. فاهم ازاي يعني؟ نام يلا وانت لا نام يلا يا عم، ناموا بقى ناموا بقى، ما تبقوش بجحيم بقى، ناموا بقى. يعني انت يا اسطى مش شايفني جاي بعمر السلاح؟ انت ايه يا اسطى اللي طلعك هنا في وشي يا اسطى؟ تعالى يابا يا اسطى، انا لسه ما طلعتش من ورا الكياس يا اسطى عشان تضرب عليا. وانت ايه يا زميلي، في حاجه ولا ايه؟ انت شايفين نفسهم جامدين ازاي؟ تضربوا عليا ايه؟ انا بس يا زميلي عشان في واحد بس واقف لي هنا بس كده يا سيدي. ندخل بقى هنا. طب تتوقعوا يا جماعه المفتاح ده هيكون فين؟ فتحته، كسرته وفتحته. طب ممتاز جدا. انت شايفك يا اسطى هتضرب فيا وتطير البتاع من جيبي يعني؟ ما عندكش دعم، خد هديه مني ليك، افتح لي كده عايزك الباب. اوف الانفجار اللي حصل ده يا جماعه، سمع الجرس في البتاع كله. يا نهار ابيض، والله انا مش قصدي يا باشا. بس كده احنا كده المفروض هكنا الكمبيوتر العام. ثواني يا حاج، ثواني يا اسطى، انت شايفني فضيلك دلوقتي؟ انت راجل ما عندكش دم. بقول استعمل الجهاز ده عشان تلاقي السيف كود. المفروض يا جماعه الاشاره دي هي بتزيد كده، المفروض بقى تعرفني فين المكان. لا حول ولا قوه الا بالله بقى على الناس المستفزه دي. ايوه يا ابني يا ابني يا ابني، ارحمنا بقى يا ابني. يا ليل علينا بقى، يا ليل علينا بقى، مش هنخلص مش هنخلص بقى منكم، مش هنخلص احنا. والله شكله يا جماعه يبقى على الكمبيوتر اللي في الوش ده. اخيرا جبناه. تعالى يا ابن اللذين، ده انت زهقتني في عشتي يا اسطى. روح بقى روح بقى، المفروض يا جماعه تقريبا يبقى في جهاز. جهاز انت قلب ترانسفر في وشي ليه يالا؟ وادي التاني الاناث كده، هكرنا الثلاث اجهزه يا جماعه. طب كده تمام، كده هو ده المطلوب اثباته. يعني يا جماعه في ثلاث كمبيوترات هكرناهم، بتاع المكتب والاثنين اللي بره دول. المفروض بقى هندخل هنا بقى تاني ونبدا نشوف الخزنه دي تقريبا. بقول لك السيف كود المفروض هيكون موجود هنا 18 77 43. طب ممتاز جدا، 18 77 34. افتح يا مدير. اللهم صل على النبي. فتحناه واخذ، يعني انت فاتح يس عشان تاخد باكت الفلوس ده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا عليك يا رب يا موسى الحال يا رب. فجر يا مدير. الله ربنا يستر. انا صراحه خايف لا يكون في كميه ناس بره مش طبيعيه. هلا والله برجاله، كيفكم يا زلمه؟ كله تمام؟ ثواني بس يا اسطى، والله انا بس عايز اخد العربيه بتاعتي. يا العربيه بتاعتي اصلا ركنتها فين؟ يلا يلا انت هو من هنا يلا. يا انت عايز تقول لي اللفه دي كلها عشان طب ما كنا يا اسطى نجيب العربيه ونيجي نغم عليهم وناخد العربيه ونمشي. لازم يعني اللفه الكبيره دي كلها وكوكو وبطيخ وبتنجان وما اعرفش ايه. لا حول ولا قوه الا بالله. فين يا اسطى صاحبك؟ ايه يا اسطى، في حاجه ولا ايه؟ كده المفروض بقى هنفتح الجراج عشان ناخد العربيه بتاعتنا ونخلع من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا موسى الحال يا رب. خليكم انتوا بقى قاعدين مستنينا، خليكم قاعدين مستنينا يلا، ما عندكوش دم انتوا الكل. بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض دلوقتي نحاول نضيع البوليس مننا. وبصراحه بفكر ان انا امشي على سكه القطر علشان ندخل في نفق، فالنفق ده من خلاله هنقدر نستخبى من هؤلاء العيال. بس بقى المشكله فين بقى؟ المشكله في الطياره اللي طايره ورايا، ودي طياره العصابه تقريبا او حاجه زي كده، طياره الشرطه. هو تقريبا يا جماعه اللي انا فهمته من الموضوع ده ان الشرطه هنا متقسمه لاسمين، الشرطه الاساسيه اللي جت هجمت علينا، والشرطه الثانيه اللي هم اللي بيتاجروا في الكوك والفلوس والدنيا دي كلها. فاحنا بقى لما هجمنا عليهم وعملنا البتاع بتاعهم ده، فالشرطه الاساسيه جت على اساس ان انا اصلا كنت بسرقهم، بس هما لو عرفوا ان الشرطه الثانيه دي هي يعني فيها الحاجات اللي زي دي المفروض كان هتقبض عليهم. اها دلوقتي انا فهمت الدنيا. واخيرا وبعد عناء من الشديد قدرنا نوصل. وبصراحه يا جماعه من اسهل واتفه المهمات اللي لعبتها والله العظيم. يعني تحس روك ستار منزله الحاجات دي مضيعه للوقت مش اكتر. يعني مثلا يعني انا لو حبيت اكريت المهمه دي اوف لاين اقدر اعملها بكل سهوله. ايه يعني نسرق قطر وبتاع ونضيعين وقتنا على الفاضي؟ كده نكون خلصنا المهمه. وزي ما انتم شايفين هتلاقي الواد رفعت جاي. والو شايفين يا جماعه عربيه الشرطه؟ متهيألي يا جماعه لسه في كام مهمات للواد رفعت ده، لان زي ما انتم شايفين في عربيه شرطه موجوده. معقوله يا جدعان لسه الواد رفعت ده عنده مهمات ثانيه؟ والله اتمنى يعني ويكون انت صاحب عربيه الشرطه والدنيا دي كلها عشان يبقى الموضوع اكشن. يلا يا رفعت يلا. كده يا سيدي نكون وصلنا للحلقه. اتمنى تكون الحلقه البسيطه لذيذه عجبتكم. ما تنسوش بقى اللايك واشتراك في القناه وقيموا لي الحلقه دي كام من 10 في التعليقات. يلا اشوفكم على خير، سلام. Now remember, as far as I'm concerned, you can hit that factory as often as you'd like. As long as you're giving me reasons to keep looking the other way, I'm happy. As you can see from my choice of transportation, my fortunes at the LSPD are also improving. Just got these babies in, fresh off the line. Guess who picked one up? Until next time, let's disassociate.